الناس كلها استغربت في الأول لما كيروش قال أنا هاخد معايا 4 حراس للمرمى. لحظة إصابة يعني شناوي وأبو جبل، أبو جبل الناس كلها حطت إيديها على قلبها إن محمد صبحي نزل، لكن هو سد. فهل نقدر النهاردة نقول إن المنتخب كسب لعيبة جداد صغار صغيرين في السن؟ طبعا. محمد عبد المنعم 25 سنة ومدافع، ومع ذلك في ماتش ساحل العاج بيتصدى لضرب الترجيح. ده شخصية لاعب. اتنين امبارح محمد عبد المنعم تحديدا قطع امبارح الكرة 18 مرة من الجون اللي جابه محمد صلاح، نفس التمركز في ماتش السودان، بس في ماتش السودان هو حط الكرة بنفس المنطقة دي، في الكرة دي حارس المرمى المغرب صدها جت لمحمد صلاح، فبالتالي التحرك بتاع اللاعب وشخصيته. انت كسبتي لعيبة جديدة، حتى اللعيبة القديمة محمد النني، تطور محمد النني من ماتشات المجموعات، رجعنا تاني اللعيبة القديمة المجموعات لماتشات زي ساحل العاج زي امبارح، في الأداء بتاعه، في الدور الدفاعي اللي هو بيقوم بيه، الدور الهجومي اللي هو بيقوم، التطور ده احنا بنستعيد لعيبه بشكل تاني. تريزيجيه مثلا، الاحمال البدنيه اللي انت لعبتي مباراتين في حمل يعني بدني كبير جدا، ماتش مع ساحل العاج وقت اضافي، ضربات ترجيح، ماتش امبارح وقت اضافي. مصر ارتاحت يوم اقل من المغرب، المغرب ارتاحت يوم زياده عننا، كمان وراجعين من ماتش لاعبين في 120 دقيقه، هم لاعبين 90 دقيقه. اللعيبه نفسها ما تحسيش ان في اجهاد بدني عليهم، اللعيبه نفسها ما اشتكتش. كمان الايجابيه اللي حصلت بعد الجون، انت سددتي على المغرب اكتر من 3 تسديدات متقنه، يعني الحارس المرمى بيطلعها، فكل الايجابيات اللي احنا بنتكلم عليها ان هو تكسبي لعيبه جديده، تكسبي قدرات بدنيه، ان انت تلعبي ماتشين نهائيين في اسبوع واحد او 4 ايام، ماتش يوم الاربعاء وماتش يوم الاحد، وهنلعب تاني نهائي يوم الخميس مع الكاميرون. واحنا بنتكلم على الاداء، يمكن حضرتك اتكلمت على فكره محمد عبد المنعم، اتكلمنا على دوره المحوري وازاي قدر فعلا يصنع فارق خطير يعني. كمان برضو ما حدش يقدر يغفل دور محمد النني. لا، محمد النني كمدافع يعني دور الدفاع كان عظيم في ماتشين مهمين، بيقوم بدوره في دور الدفاعي، يعني بيساعد عمر كمال عبد الوهاب. انا بس عايز اتكلم على حته ايه، قماشة اللعيبه اللي معاك، اللعيبه واجتهادها في الملعب وقدرتها على ان هي، يعني دور محمد صلاح ككابتن وكقائد ان هو يلم كل اللعيبه دي ويبدا يبقى في حاله من الايجابيه وحاله من الاجتهاد وحاله، يعني سيبك من العصبيه، يعني انني حتى امبارح مشاور الحكم، اشاره الحكم طبعا كنت يعني ده فيها ممكن كان يطرده لانه حكم عصبي من الاول، لكن احنا بنتكلم على ايه، ازاي تهدي لعيبتك وازاي تشتغل. محمد صلاح تحديدا لما كان في اصابه وراح لكروش عشان ياخد منه التعليمات، لقطة وكان في لقطه كده بيتكلم معاه وحاطط ايه حتى محمد عمل انا هقول له فبدا تجميع اللعيبه والايجابيه اللي كانت على مرمى المغرب وقدرتك على الضغط عليهم ديت ما بتبقاش سهله، لان القماشه اللي معاك قماشه حلوه، القماشه دي اللي احنا بنتكلم على قماشه اللعيبه، قماشه المنتخب نفسه، قدرته على انه يتطور من ماتش لاخر، قدرته ان هو يبقى ند لكل المنتخبات. احنا بنتكلم على منتخب فاز بالبطوله دي 7 مرات ومنتخب كبير مش منتخب صغير، منتخب ليه قدراته وليه اداراته وليه قدرته ان هو يرجع بالماتش ازاي ويعالج اخطائه ازاي. انت في ماتشين اتنين عالجت كل الاخطاء اللي كانت موجوده في المجموعات، دقة التمرير بتاعتك، دقة السيطرة على الكورة، قدرتك على صنع الفرص، قدرتك على ان انت تعالج بس التسديد على المرمى من كور كانت كلها خارج الـ3 خشبات لكور داخل الـ3 خشبات، دي تطور مهم جدا في المنتخب المصري. انت بعد الجون شطت على المغرب اكتر من 4 تسديدات